الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من يا من جل قدره جل قدره لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من تحن القلوب إلى مجالسه وأرواحنا دوما عطشة إلى سماع أحاديثه. ها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، يقرأ عليهم سورة الرحمن والتي يذكر فيها تعالى بعضا من نعمه علينا، إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء، فبأي نعم. وقد ظل أمامه الصحابة منصتين، فتعجب منهم لماذا لا يجيبون، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لما قرأتها يعني سورة الرحمن على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، أحسن تفاعلا وردا، كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ونحن نقرأها اليوم ويسأل بعضنا لماذا تتكرر هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تتكرر لأننا لم نقرأها كما يجب بعد، لم نفهمها بعد، لم نتجاوب معها بعد، لم نتفاعل معها ويتغير سلوكنا على أساسها بعد، وذا زلنا نكفر الكثير من النعم ولا نشكرها حق الشكر إلا من رحم ربي. وعلى مر الأيام سيأتي أناس لا زالوا يكذبون بنعم الله، ويبقى هذا الخطاب بل العتاب الرباني تذكرة توعية لهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيستحي كل مقصر من المنعم الكريم سبحانه ويسأل نفسه: حقا ما بالي لا أشكر الله حق الشكر. أما أولئك الذين سلكوا درب الشاكرين، اللهم اجعلنا منهم آمين، وشكروا على آلاء الله ونعمه، فسيكون لهم هذا الخطاب دوما حافزا كي يستزيدوا من الشكر، ويقولوا: ولا بآلائك يا رب نكذب. ولعل كثيرين منكم يقولونها ويستشعرونها الآن، لكن ما دامت القلوب نابضة بالحب لمولاها، معترفة بالنعم التي أولاها، وما دمنا لا نكذب بأي من نعم الله وآلائه، وقد عرفنا مقام الشكر وأهميته، وأدركنا عظيم الفوائد التي نحظى بها بسبب شكرنا، إذا لماذا لا نشكر الله حق الشكر الذي هو أهل له سبحانه؟ ما رأيكم لو نلقي ومضات سريعا على بعض الأسباب التي حالت بين البعض وبين الشكر الحقيقي، وكيف نعالجها؟ وكي نكون من المنصفين لا بد أن نذكر منذ البداية أن كثيرين ربما لا يشكرون الله الشكر الحقيقي، لكن ليس عن سوء نية، وإنما لجهلهم بالكيفية الصحيحة للشكر. كيف نشكر الله؟ وهذه بإذن الله سنفرد لها لقاءات خاصة فيما بعد. أما اليوم فحديثنا عن أسباب عدم شكر النعمة، والتي منها انشغال البعض بهذه النعمة عن المنعم سبحانه، فتأخذ من قلبه وعقله فيشغل كل كيانه بها عن شكرها. تجد واحدا مشغولا بماله، وأخرى بجمالها، وهذا بطموحه، وأخرى بصوتها. ماذا فعل سليمان عليه السلام لما فهم كلام النملة عندما رأته وجيوشه قادمون؟ يقول تعالى في ذلك: قالت نملة: يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، شرح صدره بإدراك ما قالت، يعني أمر عجيب أن يفهم الواحد ما تقوله الحيوانات، هذه نعمة عطاء من الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال، لاحظوا هنا سرعان ما هزه هذا الموقف وصحى من الزهو والفرح بهذه النعمة إلى تذكر المنعم سبحانه الذي تفضل عليه بها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أحبتي في الله، النعم وجدت لنرى المنعم من خلالها، ولنجعلها سلما للوصول إلى محبته من خلال شكره عليها، وليس لنغرق فيها ولا نرى سواها أو سوى العبد البسيط الذي يسوقها الله على يديه ويجعله سببا لها. لن نرضى لقلوبنا أن تفرح بالنعمة وتتعلق بها لتنسى المنعم وتبتعد عنه. فكم من واحد انشغل بموعد عمل لإتمام صفقة تجارية عن موعد مع رب العزة سبحانه، مع رب العالمين، متخلفا عن فريضة صلاة
أو جاء في آخر الوقت؟ ما لك؟ ألم يخبرك رب خالقك المنعم عليك بالصحة والعقل والمال الرزاق؟ قال عز من قائل: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا انشغل بنعمة العلم، وآخر بمجلس أصحاب وأحباب. أليست كل هذه نعما من الله ننشغل بها عن طاعته عنه سبحانه؟ أين من قال فيهم تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ لكن هناك أناسا عندهم جحود أصلا، إن قلت لأحدهم اشكر ربك يستنفرون ويستنكرون، على ما نشكر وأين هذه النعم؟ نعوذ بالله من هذا. صدق الحق تبارك وتعالى إذ قال: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. حقا إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم نفسه بكفره للنعم وعدم شكرها، فيضيع على نفسه خيرا كثيرا. إن كنت لازلت تسأل وأين هي هذه النعم، فاسمع وتأمل في هذا الحديث الشريف. قال جابر بن عبد الله: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فأطعمناهم رطبا وسقيناهم من الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. يا الله، سيسألون عن هذه الوجبة، التمر والماء، ترى أي سؤال سيسأله المنغمسون في النعيم حقا؟ ما من نعمة أنعم علينا الله بها من نعم الدنيا أو الدين إلا سيسألنا عنها يوم القيامة. حفظناها أم ضيعناها؟ وحفظها يكون بشكرها. روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان هناك رجل ثري جدا، ثم خسر ماله حتى لم يبق له إلا حصير بالية، فجعل يحمد الله تعالى ويشكره. فقال له رجل آخر هو من الأثرياء: عجبا لأمرك، على ما تحمد الله؟ فقال الرجل: أحمده على ما لو أعطيت مقابلا له ما أعطي الخلق جميعا من أموال وكنوز لم أعطهم إياه. فتعجب الرجل الثري: وما هذا الذي هو أغلى من أموال الدنيا وكنوزها؟ فقال: أرأيت نعمة البصر؟ أرأيت نعمة نطق اللسان؟ أرأيت نعمة اليدين؟ أرأيت الرجلين؟ فمتى نرى نحن نعم الله علينا؟ وإن رأيناها هل نشكرها؟ أو أن البعض حتى لا يدركون أن كثيرا مما يحيط بهم بل ومتغلغل فيهم هو من نعم الله عليهم والتي تستوجب الشكر؟ ربما هناك من يجهلون مكانة النعم ولا يعرفون أهميتها إلا عند فقدها، أو أنهم لم يعودوا يرونها نعما لأنهم اعتادوا عليها وعلى وجودها في حياتهم. وهناك من لا يرون أصلا أنها من النعم لعموميتها، لكون أغلب الناس يتمتعون بها. بالله عليكم، كم مرة نتذكر أن نشكر الله على نعمة الهواء إلا إذا تعرضنا للحظة اختناق، أو دخلنا مكانا مغلقا حبس فيه الهواء، وإذا خرجنا منه تنفسنا الصعداء الحمد لله. ماذا عن نعمة